السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين. بعتذر منكم الفترة اللي فاتت، كنت بنقل لبيت تاني فحصل تأخير شوية في الفيديوهات. النهاردة زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو، انا بتكلم عن عطور يونيسكس، هي شرقية ولكن بتاتش غربي. سريعا كده فهمكم ايه الفكرة. الفكرة ان العطور الشرقية معظمها بيميل لنوتة واحدة، او انك انت بتشم العطر يعني مثلا العطر العود، بتشم ريحة العود بشكل مستمر او بشكل قوي جدا، او مثلا العطور الشرقيه اللي فيها مثلا نوتات زي الليزر، الجلد او الصفرون، الزعفران مثلا، بتشم النوتات دي بشكل قوي جدا، وتقريبا مش بتشم غير النوته دي من اول العطر لنهايه العطر. تمام، دي حاجه بعض الناس بيحبوها، بعض الناس بيتضايقوا منها، بيشوفوا لا ازاي ان العطر يبقى ريحته كله زعفران، او العطر ريحته كلها جلد بس. بعض الناس اللي حواليك كمان ممكن مش يكونوا بيحبوا العطر اللي عليك، ولكن في ناس كتير بتحب العطور من النوعية دي. فهنا أنا الفكرة جات لي، لقيت إن لا، العطورين اللي أنا هتكلم عنهم اليوم هي عطور كويسة بتاخد الطابع الشرقي ولكن بتحوله لطابع غربي في نفس الوقت، فيها تاتش غربي. الفكرة في إيه؟ أول عطر مثلا بتكلم عنه من شركة اسمها زمايا. على فكرة أنا حاولت إن أنا أعمل بحث عن الشركة، معرفتش أوصل لأي حاجة، وحتى لما عملت بحث عن العطر معرفتش أوصل لأي حاجة عن النوتات بتاعته. تمام؟ ده شكل البوكس، شكل العلبة جوه البوكس بتاعها. تمام؟ ودي العلبة نفسها، هتلاقي إن العلبة برضو تحس إن هي كويسة فخمة، يعني مصنوعة كويس تقدر تمسكها من الكاب. العطر ده زي ما قلت لكم هو عطر يونيسكس، فكرته انك انت انا مش عارف النوتات بتاعته، لكن انا اقول لك هو في ليذر، هتشم فيه ريحه الليذر، وهنا الليذر يا جماعه خفيف، مش الليذر الديرتي اللي انت مثلا ممكن تشمه لما تفتح باب عربيه لسه جديده وتشم ريحه الجلد جواها، لا هنا الليذر خفيف خالص ومعاها زعفران او صفرون. تمام، وبتشم ريحه الفانيلا قويه، دي النوتات اللي انت بتشمها في العطر او اللي انا شميتها في العطر. تمام، الميزه بقى هنا ان كل نوته فيهم بتضيف شيء للنوته الثانيه، مش هي النوته الوحيده اللي انت بتشمها. فبالتالي انت بتشم مثلا العطر بيكون فانيلا، هو عطر سويتي، ولكن الليدر والسافرون بيعملوا زي احساس سبايسي كلاسيكي، بيكسر السويتنس الكتيره اللي موجوده في الفانيلا، وبالتالي بيخلي العطر كلاسيكي. العطر ده انا شايف ان ممكن الشخص اللي بيستخدمه يستخدمه في مناسبه، او يكون استخدام كلاسيكي في ميتنج عمل مثلا، او في مناسبه خاصه، شايف ان هو هيكون عطر كويس جدا. لما نيجي نتكلم عن العطر الثاني من نفس الشركه اسمه بريف هارت، نفس البرزنتيشن او نفس شكل البوكس بتاع رويال ليزر، وحتى العلبه نفس العلبه بالظبط، هم يدوب بس بيغيروا الرسمه والكتابه اللي على العلبه. هنا العطر ده انا برضو ما اعرفش النوتات بتاعته، حاولت ابحث عنه ما عرفتش اوصل لحاجه، لكن اقول لك انت بتشم ريحه الكاردامون او الهيل، وفي حاجه سبايسي معاها، انا بتوقع ان هي بيبر او فلفل. تمام، فهو العطر برضو سبايسي وفي فانيلا، نفس فكرة رويال ليزر ولكن مع فرق النوتات. يعني هنا مثلا العطر بتحس ان هو سبايسي اكتر من رويال ليزر. رويال ليزر انا بشوفه يعني مثلا لو احنا هنقول واحد عايز يشتري، راجل عايز يشتري عطر من الاثنين، ممكن يروح اكتر لبريف هارت لانه سبايسي اكتر والسويتنس اللي فيه اقل شوية. لو واحدة ست عايزة تشتري عطر من الاثنين، ممكن تروح اكتر لرويال ليذر لان السويتنس اللي فيه اكتر شويه، فممكن يليق مع النساء اكتر شويه. بس في النهايه الاثنين ممتازين كيونيسكس. انا بقول لك يعني بحاول ان انا افهمك الفرق ما بينهم، لكن ده مش معناه ان انا بقول لك انت كراجل اشتري نوع وما تشتريش الثاني، لا. بس انا بحاول ان انا اعرفك الفروق ما بينهم. هنا ريحه الكردمون يا جماعه جميله جدا جدا، ريحه الهيل اللي فيه جميله جدا، و العطر اداؤه برضه ممتاز زي رويال ليزر. انت اول ساعه ونص او اول ساعتين بتشم فوحان، انا رشيت رشه واحده من كل واحد فيهم،
دايما الريحه بتوصلني بدون اي مجهود، من غير ما احرك ايديا، من غير ما اقرب ايديا. انا مجربهم من حوالي ساعه لتلت، لغايه دلوقتي الفواحان بيوصلني. فده معناه انك انت لما تستخدمه استخدام كامل، يعني ترش منه 6 7 رشات مثلا، اعتقد بان الفواحان هيكون افضل كمان بكتير. بالنسبة للثبات، انا برضو امبارح جربته تقريبا 8 ساعات او 9 ساعات، من 8 ل 9 ساعات حاجة زي كده. يعني انا جربته امبارح بالليل الساعة 1 تقريبا بالليل او 1:30 بالليل. النهاردة صحيت من النوم الصبح الريحة كانت موجودة على ايديا خفيفة، تقريبا صحيت الساعة 10، فيعني بنتكلم في ان هو الريحة موجودة على السكن لمدة 9 ساعات مثلا، فالريحة كويسة جدا. اسعاره زي افنان وارماف، نفس رينج الاسعار. موجود فين؟ انا متاكد انه موجود في دول الخليج، ولكن مش متاكد اذا باقي الدول العربيه، المغرب، مصر، تونس، الدول دي مش متاكد بالظبط اذا كان هيبقى موجود فيها او لا، ولكن هو موجود في دول الخليج. انا حبيت اشارككم التجربه زي ما قلت لكم من فكره الفيديو. انا مش بحب العطور الشرقيه، ولكن ومش بحب العطور اليونيسكس، ولكن الغريبه ان انا عجبني العطرين دول، لان هما زي ما قلت لكم فيهم تاتش غربي، وحسيت ان هنا العطور دي فعلا تليق ان ممكن الراجل يستخدمها. يعني دايما العطور اليونيسكس انا اول ما بشمها لا، ده مش هشتريه، مش هستخدمه حتى لو الريحه عجباني. بس هو هنا العطور بصراحه الفخامه اللي فيها مع الاحساس السبايسي، سواء اللي بيجي مثلا من بريف هارت، من الكردمون والبيبر، او الاحساس السبايسي اللي بيجي مثلا هنا من الليزر والصفرون، بحس ان هما العطور دي تنفع تكون رجالي كويس جدا، وتستخدمها في مناسبه، وتبقى ماشي واثق من نفسك كمان وانت بتستخدمها، مش زي العطور اليونيسكس الثانيه اللي انا بحس ان انا مش هعرف استخدمها ابدا. بس حبيت اشارككم التجربه سريعا، وممكن تشوفوا لو العطور موجودة تجربوها وتقولوا لي رأيكم. لو عرفتوا توصلوا العطور دي وتجربوها، يا ريت تقولوا لي رأيكم وتقولوا لي هي عجبتكم أو لا. شكرا ليكم، مع السلامة.